بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نقوم بتحميل البرنامج إلى الـ PLC الذي قمنا بكتابته عبر كيبل الـ MPI. قمنا بتركيبه هنا MPI X1، قمنا بتركيب الكيبل الـ MPI RS 232 الـ ESP. بعدما قمنا بتركيب كيبل الـ MPI مع الـ PLC وقمنا بتوصيل الحاسوب مع الـ PLC، لدينا البرنامج هنا. سوف نقوم بتحميل البرنامج إلى PLC. نضغط على PLC من أين يوجد البرنامج، نقوم بعمل شارج. نضغط على CPU هنا، نقوم بعمل شارج. بعدنا أكيد بعد ما قمنا بعمل كومبايل هكذا شارج، نقوم بتحميل البرنامج إلى PLC. نختار هنا مثلا، نختار ديتكسيون اوتوماتيك بي سي ادابتر، نقوم بعمل ريسيرش مثل البحث. أصبحنا مع الـ PLC. يوجد كوميونيكاسيون ما بين الحاسوب وبين الـ PLC. للتأكد مثلا نضغط على كلير ونرى في الـ PLC نجد هنا كلير فورس كنوطي بالأحمر روج. هذه معناتها أن الـ PLC في نفس الريزو مع الحاسوب. عندما يكون عندك عدة PLC في نفس الريزو تقوم بعمل كلين اب مود للتأكد. الآن نقوم بعمل شارجي تحميل البرنامج إلى PLC. كل شيء جيد بالأزرق. نضغط على شارجي. الآن تم التحميل بنجاح. نقوم ليزون أونلاين هكذا ليزون أونلاين وننتظر. هكذا كل شيء جيد. PLC بالأخضر، المداخل بالأخضر، المخارج بالأخضر، ديجيتال انبوت، ديجيتال اوتبوت، PLC كل شيء جيد. البرنامج قمنا بتحميله، لا يوجد مشاكل، كل شيء جيد بالأخضر. هذه عملية بسيطة لتحميل البرنامج من PLC عبر برنامج تيا بورتال إلى PLC، من الحاسوب إلى PLC عفوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.